بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد ياسين، مدرس التخدير والرعاية المركزة في القصر العيني، Diplomat of European Society of Anesthesia and Intensive Care، Fellow of the College of Anesthesiologists in Ireland. إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا النهاردة Physiological, Anatomical and Pharmacological Changes in Pediatrics، طبعا أكيد in comparison to adults. طبعا أكيد كلنا اشتغلنا حالية الأدلتس واشتغلنا في البيدياتريكس، وعارفين طبعا أكيد أنه الفرق ما بين الأدلتس والبيدياتريكس ليس فقط في الأنثروبومتريك ميجرز، يعني الأيج الهايت الويت الكلام ده، لكن طبعا في a lot of the changes هنتكلم عليهم point by point في المحاضرة بتاعة النهاردة إن شاء الله. طيب أول حاجة هنتكلم عليها هي الفيسيولوجيكال والأناتوميكال تشينجز، وبعد كده هنتكلم على الفارماكولوجيكال تشينجز. طيب بالنسبة للفيسيولوجيكال والأناتوميكال تشينجز، طبعا احنا هنتكلم هنا في صورة سيستمز. عندنا أول حاجة ريسبيراتوري تشينجز، عندنا كارديوفاسكولار تشينجز، ميتابوليك وتمبرتشر ريجوليشن، والكيدني فانكشن، الجي اي تي فانكشن، والجلوكوز هوميوستاسيس. لو جينا نتكلم أول حاجة على الريسبيراتوري تشينجز، أول حاجة في عندنا اختلاف طبعا في الكومبلاينسز. يعني ايه الكومبلاينسز؟ طبعا لو احنا جينا بصينا على اللنج، وعارفين طبعا انه اللنج بيكون حواليها طبعا الشست وول. طبعا زي ما كلنا عارفين انه اللنج بتند ان هي تريكويل انورد، والشست وول بيتند ان هو يسبرينج اوتورد. طبعا نتيجة الاختلاف في انه كل واحد بيتند ان هو يتحرك في اتجاه معاكس للتاني، ده بيؤدي الى انه بيكون في نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر او انترا بلورال بريشر. انا اسف، انترابلورال بريشر. طب ينتج عن النيجاتيف انترابلورال بريشر ده ان ده طبعا بيبقى ريفلكتد على اللنج اللي هي كونكتد طبعا ثرو الاير ويز بالاتموسفير، فبالتالي هنا لازم يفضل جوه اللنج فوليوم علشان يعادل النيجاتيفيتي اللي موجوده انترابلورالي. طبعا الفوليوم ده بنسميه الريستنج لنج فوليوم او بنسميه الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. طيب ايه وظيفة الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي؟ ليها وظيفتين مهمين جدا. الوظيفة الاولانية ان هي بتاكت از ان اوكسجين ريزيرف، والحاجة التانية ان هي بتمنع اللنج كولابس. خلاص، يعني ايه اللنج كولابس؟ يعني المفروض ان انا لو انا ات اند اوف نورمال اكسبيريشن كان الانترابلورال بريشر بوزيتيف او زيرو، فبالتالي ده معناه ان اللنج هتبقى توتالي كولابسد. طيب ايه المشكله في ان اللنج تبقى توتالي كولابسد؟ عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه انه الورك اوف بريذنج ريكوايرد علشان ان انا اعمل ري اكسبانشن للكولابسد لنج بيبقى عالي، وبالتالي هنا هحتاج ان انا ازود الورك اوف بريذنج. دي نمره واحد. النقطه الاولانيه الثانيه وهي انه زي ما اتفقنا الاف ار سي از بتاكت از ان اوكسجين ريزيرف. طبعا الجاز اكستشينج بيحصل ما بين الالفيولر جازز وما بين البالمونري كابيلاريز بلاد، والاكستشينج طبعا بيحصل ثرو اوت ريسبيراتوري سايكل، يعني بيحصل اثناء الانسبيريشن واثناء الاكسبيريشن. طبعا في الانسبيريشن اكيد هيحصل الاكستشينج مع الانسبيراتوري جازز، لكن في الاكسبيريشن الجاز اكستشينج هنا بقى بيحصل مع الايه؟ مع الاف ار سي. يبقى هنا الاف ار سي بيأكت از ان اوكسجين ريزيرف ديورينج اكسبيراتوري بيريود او اثناء البيريودز اوف ابنيا. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طبعا كلنا فاهمين انه البيريودز اوف ابنيا دي لو احنا بنتكلم بقى بالكلينيكال ريليفانس ان هي طبعا هي الفترات اللي احنا بنعمل مصر ريلاكسيشن او ديب انثيزيا لعن فيها بيبقى ابنك وبنعمل ترايلز اوف انتيوبيشن. يبقى انا هنا في الفترة دي الاكسجين ريزيرف هو اللي موجود في الاف ار سي. يبقى انا لو زودت الاف ار سي او ان انا زودت الاكسجين كونتنت بتاعه الاف ار سي، يبقى انا هنا ممكن اطول الفتره قبل ما العيان يحصل له ايه؟ قبل ما العيان يحصل له دي ساتوريشن. يبقى الاسباب اللي تقلل الاف ار سي او تقلل الاكسجين كونتنت اوف اف ار سي هتقلل لي الايه؟ الفتره اللي ايه على ما العيان يحصل له دي ساتوريشن. والعكس لو الاف ار سي زاد او ان انا زودت الاكسجين كونتنت، ازاي اقدر ازود الاكسجين كونتنت؟ زي ما كلنا عارفين طبعا عن طريق البري اوكسجينيشن، ان انا بدل ما بدي العيان اف اي 2 21% اللي هو موجود في الاير بديله ال 100%. يبقى انا هنا بطول الفتره بتاعه الايه؟ بتاعه الابنيا قبل ما يحصل دي ساتوريشن، وبالتالي بياخد فرصه اطول للايه؟ للانتيوبيشن. طيب الكلام ده احنا طبعا بنتكلم ان جنرال، انما ايه المختلف هنا في الاطفال؟ المختلف هنا في الاطفال بقى انه اللنج هنا
بتند الالاستيسيتي بتاعتها عالية والكومبلاينس بتاعتها قليلة. ليه؟ لان الالفيولاي ار لس ويل ديفلوب، لان هي لسه مش ايه هتكمل الديفلوبمنت بتاعها بعد كده بوست نيتالي خلاص. يبقى انا هنا الكومبلاينس قليلة، يبقى اللنج بتند ان هي تريكويل انورد بصورة كبيرة. لكن في المقابل التشست وول بتاع العيان ده بيكون ماليبل خلاص، المسلز بتبقى ماليبل، الكارتليجز بتبقى ماليبل، وبالتالي هنا الاوتورد فورس اللي موجودة هنا بتبقى قليلة. يبقى انا هنا اثناء الانسبيريشن بلاقي كأنه التشست وول ده بيبقى ساكد انورد خلاص، يبقى الفورس دي قلت والفورس دي زادت. يبقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا انه اللنج هنا بتند ان هي تو كولابس خلاص، بتندت كولابس، وبالتالي بتقلل الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. طب الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي زي ما اتفقنا ان هي الاكسجين ريزيرف، يبقى انا هنا العيان ده مور لايبل للهايبوكسيا اثناء الترايلز اوف انتيوبيشن. بيزيد المشكله هنا اكتر انه العيان ده عنده انكريزد اكسجين ديماند، انه البيزل ميتابوليك ريت اوف اكسجين بيوصل من 6 الى 7 ملليلتر اوف اكسجين لكل كيلوغرام بير مينيت، بالمقارنه بالادلتس اللي هو تقريبا بيبقى حوالي 3.5 ملليلتر اوف اكسجين لكل كيلوغرام بير مينيت، يعني الضعف. يبقى انا عندي ريزيرف قليل وعندي دبل الايه الاكسجين كونسامبشن، يبقى انا هنا العيان ده بيتند بسرعه جدا ان هو ايه ان هو يحصل له هايبوكسي اثناء الترايلز اوف ايه اوف انتيوبيشن. طيب بيزيد المشكلة اكتر هي ايه؟ بيزيد المشكلة اكتر وهي طبعا زي ما كلنا عارفين انه الايرواي في الاطفال بيبقى مور ديفيكلت شوية. ليه؟ اولا لانه العيان ده بيبقى عنده لارج هيد، بيبقى عنده برومينانت اوكسيبيتال ايه اوكسيبيتال ريجن، وده طبعا بيخلي فيه صعوبة شوية ان انت تقدر تعمل بوزيشننج او تعمل الاينمنت ما بين الاورو فارينكس وما بين الاورو الاوبننج وما بين طبعا اللارينجيال انلت. النقطة التالتة انه اللارينكس بيبقى انتيريور، بيبقى ان انتيرو بوزيشن وكيفالت بوزيشن، برضو ده بيخلي دايما الاير واي مور ديفيكلت. ونقطة الرابعة انه الابيجلوتس بتكون ايه؟ بتكون يو شيبد، بتكون لارج ويو شيبد، وبتبقى اوبسكيورنج الايه اللارينجيال انلت. عشان كده بنستخدم الايه الميلرز لارينجوسكوب او اللي هو الستريت بليد لارينجوسكوب في الايه في الانتيوبيشن، على اساس ان انا ممكن ان انا اخد الايه الابيجلوتس واقدر افيجواليز الايه اللارينجيال انلت. اخيرا خالص انه الكريكويد كارتليج طبعا هي ناروست بوينت في البيدياتريكس، وطبعا ده بالمقارنه بالادلتس. طبعا الناروست بوينت في الادلتس هما طبعا الايه هي الفوكال كوردز خلاص. هنا طبعا لو حصل اديما حوالي 1 مليمتر في الميوكوزا لايننج في الكريكويد كارتليج اللي موجوده على الكريكويد كارتليج، نتيجه بقى البريشر، نتيجه العيان كح زياده، الكلام ده كله، العيان عنده ريسنت اير واي انفكشن، الكلام ده كله طبعا ده ممكن يخلي الطفل ده يحصل له اير واي اوبستراكشن بوست اوبراتيف خلاص. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على الكارديوفاسكولار تشينجز. كارديوفاسكولار تشينجز اول حاجه ان انا عندي العيان ده او الطفل بيكون عنده ستيف ليس كومبلاينت فنتريكل ليفت فنتريكل طبعا، وبالتالي هنا المفروض ان انا زي ما احنا كلنا عارفين انه المين ارتيريال بريشر بيساوي الكاردييك اوتبوت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس، والكاردييك اوتبوت بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت. طيب يبقى انا هنا نتيجه ان الستيف فنتريكل ده، فبالتالي انا عشان ازود الكارديك اوتبوت بعتمد اساسا على الهارت ريت، عشان كده الاطفال دايما الهارت ريت بتاعهم بيكون عالي خلاص. النقطه الثانيه انه في حاله انه الطفل ده حصل انه المين ارتيريال بريشر بتاعه قل لاي سبب من الاسباب زي انه سيستميك فاسكولار ريزيستنس قل مثلا، الكومبنسيشن هنا هيكون فقط بالهارت ريت، لكن الاستروك فوليوم مش هيقدر ايه مش هيقدر ان هو يزيد. في عندي مشكلة هنا في الأطفال، أو في حاجة بتكون موجودة في الأطفال، إن الأطفال دول بيكون السمباثيتك سيستم بتاعهم بيكون مش well developed، وبالتالي الأطفال دول بيبقى الباراسمباثيتك عندهم بيبقى التون بتاعه عالي. أي استيميليشن للباراسمباثيتك بيعمل براديكارديا عنيفة. إيه الحاجات اللي تعمل كده؟ عندي طبعا الهايبوكسيا والهايبركابنيا وطبعا الإيه والساكسينايل كولين، ودي نقطة مهمة جدا عشان كده دايما في الأطفال دول
او يعني من الحاجات الكومن في البراكتس ان احنا بندي طبعا اتروبين بري ميديكيشن، او ان انا قبل الساكسينايل كولين بالذات لازم ادي للعيان ايه، ادي للعيان ساكسينايل كولين. يبقى ده بالنسبه للكارديو فاسكولار تشينجز. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على الميتابوليك والتمبرتشر ريجوليشن، طبعا هنا الاطفال بيكونوا بيعتمدوا اساسا في المينتنس اوف بودي تمبرتشر على الميتابوليزم اوف براون فات. خلاص ده بعكس الايه، بعكس الايه الكبار اللي هم بيعتمدوا اساسا على المصل ميتابوليزم. هنا البراون فات اوكسيدايزيشن هو ده اللي بيعمل مينتنس اوف بودي تمبرتشر. طبعا البودي فات ده بيمثل 12% من التوتال بودي ويت في الانفنتس، لكن في البري تيرم بيبقى 3% فقط. عشان كده الاطفال البري تيرم بيبقى تندنت اكتر اللي هم يحصل لهم هايبوثيرميا. طبعا الهايبوثيرميا مشاكلها ايه؟ اقل شيء خالص ان هي تعمل ديلي في الريكفري، لكن طبعا بتعمل كاردياك ديبريشن، بتعمل مشاكل في الكواجيليشن، ممكن تعمل كاردياك اريزمياز وخلافه. طيب بالنسبه للكيدني فانكشن، هنا طبعا الكيدني فانكشن ما بتبقاش ويل ديفلوبد، وبيبقى في مشاكل في او انه الكيدني هنا ما بتبقاش قادره ان هي تعمل يورين دايليوشن او ان هي تعمل كونسنتريشن، وبالتالي ما بتقدرش تعمل هاندلنج للصوديوم لودز او الفلويد لودز. يبقى انا لازم ابقى فيري كوشس بالنسبه للفلويدز في الاطفال. بالنسبه للجي اي تي فانكشنز، الاطفال دول بيبقى عندهم تندنسي ان هم يحصل لهم جاستروسوفيجيال ريفلكس، يبقى انا لازم اخد بالي من القصه دي برضو علشان الايه، علشان الاسبريشن. اخيرا بالنسبه للجلوكوز هوميوستاسيس، طبعا الجلوكوز هوميوستاسيس انا ازاي بحافظ على الجلوكوز؟ يا اما من الدايتري جلوكوز، يا اما من الجلايكوجينوليسيس، يا اما من الجلوكونيوجينيسيس. طبعا هنا الحاجات دي كلها ما بتبقاش ويل ديفلوبد برضه في الليفر. الجلايكوجين ستورز في البري تيرم انفنتس بتبقى قليله، علشان كده برضه الاطفال دول بيكونوا عرضه للهايبوجلايسيميا. طيب لو جينا نتكلم بقى على الفارماكولوجيكال تشينجز، طبعا هنا انا عندي عاده الدراج باي ترانسفورميشن بيحصل في الليفر. الليفر انزيمز طبعا ما بتبقاش ويل ديفلوبد، علشان كده الايه الترانسفورميشن بتاعه الايه بتاعه الدراجز بتبقى ديليت شويه، وبالتالي ممكن الايه الدراجز تبقى تاخد برولونجد افكت شويه في الاطفال، خصوصا الحاجات اللي ليها هيباتيك ميتابوليزم او رينال اكسكريشن. نقطة تانية انه التوتال بادي ووتر في الاطفال كبير، زي ما احنا كلنا عارفين انه بيمثل مثلا 80% من التوتال بادي ويت بالمقارنة ب 60 الى 65 في الادلتس. طيب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده او مش مشكلة، هي لازم اخد بالي انه في بعض الادوية اللي هي ووتر سولوبل دراجز، اللي هي طبعا على رأسها النيوروماسكولار بلوكرز. الادويه دي لو انا اديتها بالنورمال دوز العاديه خالص، طبعا هنا هتديستريبيوت ان لارجر فوليوم، وبالتالي مش هتحقق لي الثيرابيوتيك افكت. يبقى هنا احيانا بنحتاج ندي هاير ذان يوجوال دوز. غالبا القصه دي بتبقى ابلايد فقط على الساكسينايل كولين. طب ليه ما بتبقاش ابلايد على الايه النون دي بولارايزنج؟ لانه في نفس الوقت النيوروماسكولار جانكشن ريسبتورز اللي هي الاستايل كولين ريسبتورز بتبقى برضو نوت ويل ديفلوبد، وبالتالي بتبقى فيري سنسيتيف للنون دي بولارايزنج مسل ريلاكسنت. طبعا ده بالمقارنه بالساكسينايل كولين. خلي بالكوا زي في المايثينيا جريفز، مايثينيا جريفز الريسبتورز كانت قليله، العنده كان فيري سنسيتيف للنون دي بولارايزنج، لكن كان ريزيستنت للساكسينايل كولين. ليه ريزيستنت؟ لان الساكسينايل كولين اصلا عشان يميديت اتس اكشن لازم يحصل انيشال دي بولارايزيشن. خلاص. طيب بالنسبه للانهيليشنال اناستاتكس، هنا طبعا الاطفال بيحصل لهم رابيد اندكشن. ليه رابيد اندكشن؟ نمره واحد، علشان العيانين دول او الاطفال عندهم هاي من ادفنتليشن. هاي من ادفنتليشن. طب ايه المينت فنتليشن؟ ايه علاقته بالايه الانستيزيا او الانهيليشنال انستيزيا؟ هي دي الفيكل اللي بتنقل الايه اللي بتنقل الاناستاتيك للالفيولاي. يبقى انا كل ما بيزيد المينت فنتليشن كل ما بتزيد الرابيديتي اوف اندكشن. النقطة الثانية ان الاطفال دول عندهم decreased FRC، ودي نقطة قلناها. ليه؟ لان انا دلوقتي عندي ادي اللنج انا بدخل لها اناستاتيك، كل ما الاف ار سي ده زاد كل ما هيحصل دايليوشن اكتر لمين؟ للاناثات الجهاز اللي انا مدخله. يبقى هيقل الايه؟ هيقل التنشن بتاعه، الايه التنشن بتاعه الايه بتاعه الجهاز في الالفيولاي. خلاص. انما لما بيقل الاف ار سي الدايليوشن بيكون اقل، وبالتالي ده بيزود سرعه الايه الاندكشن.
بالنسبة لي الـ IV anesthetics، طبعا هنا الـ IV anesthetics لأنه الـ initial effect طبعا بتاعها بيبقى prolonged شوية. ليه prolonged؟ لأنه زي ما احنا كلنا عارفين أنه الـ termination of action بتاعت الـ IV anesthetics بتحصل نتيجة الـ redistribution. والـ redistribution ده بيحصل فين؟ بيحصل في الفات وبيحصل في المصل. طيب الأطفال الفات والمصل بتاعتهم بتكون قليلة، وبالتالي الـ redistribution بيبقى delayed، وبالتالي الـ initial effect بتاعهم بيبقى prolonged. بالنسبة للأوبيويدز، الأوبيويدز الإفكت بتاعها بيبقى prolonged شوية في الأطفال، يبقى أنا هنا محتاج أستخدم lower doses خصوصا في الحاجات اللي هي long acting، خلاص عشان الحاجات الأطفال بيكونوا sensitive للأوبيويدز. أخيرا بالنسبة للنيوروماسكولار بلوكرز، اتكلمنا عليها في قصة الووتر سوليابيليتي، عادة هنا ممكن أحتاج أستخدم دوز عالية شوية في ساكسنايل كولين بالمقارنة بالأدلتس، علشان طبعا ايه، علشان قصة الايه الفوليوم اوف ديستريبيوشن. ده بالنسبة لي الفيسيولوجيكال اناتوميكال اند فارماكولوجيكال تشينجز في البيدياتريكس ان كومباريزون تو ادلتس. اي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه ممكن تبعتوه لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.